ساعات تفصلنا عن مواجهة كوريا الجنوبية والقراءة الفنية منك كابتن، تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المباراة هي بست نقاط. المباراة بست نقاط؟ نعم، يعني أما يعني أنا متأكد أن اللي حيفوز بكرة يضع خطوة مهمة جدا إلى كأس العالم، حيخرج ثلاث نقاط وهو يتقدم ثلاث نقاط، او احنا بالعكس او العكس. لو انت تعطل ثلاث نقاط تصير قدامه ست نقاط. طبعا المباراه فيها ضغوطات جدا عاليه على الفريقين فريق. على اكثر على فريقنا. قل لي ليش؟ في اول دقيقه العشرين الاولى في المباراه بكره السيناريو راح تكون السلطه الهجوميه كامله الى منتخب كوريا، صاحب الارض والجمهور زين، وعنده سلطه هجوميه يعني يريد ياخذ هدف بالبدايه. فهذه الضغوطات يعني لا سمح الله اذا سجل علينا هدف زين العمليه راح تصعب علينا، السيناريو راح يختلف عندنا. لكن اذا قدر الفريق العراقي ال20 دقيقه الاولى انه يحافظ او يعني او نص الشوط الاول يحافظ على الوضع، عامل الوقت راح يكون من صالحنا. الاستقرار النفسي الاستقرار النفسي راح يقل زين، يعني عفوا يزيد عندنا الفريق العراقي زين. الفريق الكوري بمميزات حقيقة، يعني فريق احنا نقول عليه مودرن، يطبق كرة القدم الحديثة وهي احنا ما مختلفين عليهم. احنا نتأمل انه شبابنا يعني بالعزيمة اللي عندهم واحنا مجربين لاعبينا في المباريات الصعبة، دائما اللاعب يحب يكون يخلي بصمة، والدليل ايمن كان محارب وين خلى بصمته؟ خلى مع اليابان، العالم كله قام يحبه هذه. فأنا أعتقد فرصة مؤاتية لكل لاعب في المنتخب عندنا العراقي أنه يضع بكرة بصمته، خلال سواء علي جاسم، سواء بايش، سواء أيمن، لكل من شكك بالأداء مع فلسطين. فلسطين يا بترى هذا المنتخب فرصة يعني أنت تدري نوبات اللعبات.